بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي الرقي تلقى بينا وموري الرقية قرآن نقن رقيات نتلقى بينا وقن الرقية الرقي قرآن نقن يعني نا رقي نا رقية قرآن نقن نتلقى بينا وقن إن شاء الله. تعريفها لغة جمع أو جمع رقية، وهي العوذة. رقية قن معناها العوذة، والعوذة معناها التعوذ. قن قل أعوذ برب الفلق، ينكون قل أعوذ برب الناس، ينكون المعوذتان، ينكون لهم نليغا سورة ناس. تعوذ معناها اللجوء والاستعانة بالله. نتعوذ من الشر، نتعوذ من الأذى، من الضرر، بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هو يعني كأنما هو يعني نلوذ إليه، نلجأ إليه، نتوكل عليه، نستعصم به، نستعين به. فالله سبحانه وتعالى نا اللي هنا سورة القريب بركة سيخدي ومنا المعوذتين لي نان إن شاء الله أنت نوسكن لهم نين معنى تنين لغة تنقن معناها جمع رقية، وهي العوذة. وشرعا ورنقن آيات وأذكار وأدعية تقرأ على المريض. آيات وأذكار وأدعية تقرأ على مين؟ على الإنسان المريض اللي نغرى فيه الرقية. الإنسان الرقية قال نغضبه ولا قبرني في خطلي ورني ولاد لي ورني أخوي ناسي ني غنسي ني خرد ني جارد هم بأسلامة ديك غرسرو غرسوك ندعاء نرقية السيرو ورني لاود أخو ورأ الدامر أخو سنقلو ونجائز قن نرقية اثنين أقسام نروس بها النوقن. طيب نينقن آيات آيات القرآن لد يجارو أخرشا انقصد سوء بهم شرعا ان آيات دي ان احاديث دي ان اذكار دي ان انسان الشغل اشتاوله قال استرى لك. اقسامها وليك قسم شخصين، قسمان ليان قسم شخصين، رقية مشروعة ورقية ممنوعة. لا ليه رقية مشروعة قن مشروعية الشخصي سيت عبا سبب سنك جارك شفايخ نسبب نين جائز قن مشروع قن إن آيات در إن أحاديث در إن جوجت نجرب سأخد آكان. أما منوع كذا نيسانك دجل دي شعوذة دي كهانة دي ظلم دي تجاوز دي آكا قودي حرام دي سي إسنا ناس أنا عدنين كذا ممنوع قل نلغى اثنين نوع أنواع ممنوع قل ليه نوع قل لقى مشروع لقى ممنوع. رقية مشروعة ورقية ممنوعة. نان الرقية المشروعة ورنقن نيتو قانوقن. طيب وين رقن الرقية المشروعة والرقية الممنوعة؟ لا لا تلقى بينا دي بانقن اللي انا اخذ لي. ما هي الرقية المشروعة؟ ينن هي ما توفر فيها ثلاثة شروط بإجماع العلماء. سيخوى شرط وفر سنديبة أرر سنديبة ديان ديبة إن رقية نيني رقية مشروعة على الشرط. ورا خلاص أكون الناس يا أخو شرط اثنين وارين ردي بشاق ورا نقول الناس يا أخو شرط اثنين إن الرقية مشروع عتيد صح صح ولا من در صح ولا مقبولة صح ولا مشروع آكلت أكده خلا ورا نقول إن موضوع اثنين نا نشروع نا شروط اثنين ورا نقول لاريا أن تكون بلسان عربي مبين وما يعرف معناه. لازم تكون بلسان عربي مبين، لازم لغة عربية صحيحة، لسان عربي صحيحة كدو نيمة أنا تفهم سخ تمتمت قال ما حقي حاجات رستقو ورا يكون ورا واسس تكون أن رقياه ونقراه ورا يدل عدون تكتب نا ندجالين تمتمانا كور قال حاجات فهم سقو ودو قابانكم ورا قابانكم على السلاني نين رقية داخلان كدو عربي رد أخرجاه لا أخوانتو بلينت شليسي دشكليسي مباخديك أي قابد مثلا أي قاب أريد رقية رقية كون قدامتي إيان نين رقية أخلاني.
هين شرط لاقول شرط لي نرها أن تكون بكلام الله وبأسمائه بكلام الله وبأسمائه وصفاته أن رؤية وتحت تحت جاب جارودر ني أسماء در ني صفات در أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته جاب جارو قرآن جن. القرآن كلام الله قرآن صفات نيو رحيم الرحمن الكريم منان العزيز الوهاب إني أسماء ودني سفتر نال قطيات سيقر ألا يعتمد عليها اعتمادا كليا بل يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى خلاص عن رقية سيقن نال الدنبي بيري أجن وري خلاص رقية سيد دنبي نال بيقول عن رقية سيقن يرو نرى أخوارد من الرقية اعترف آخر لان ورفع الفلان لكن السبب جن الله سبحانه وتعالى ني تقدير ني نا تلا سلا سنك الله سبحانه وتعالى قبلك كدو مشروع الإسلام آكات إما ناس يقولون إن شاء الله قد نيس سيخون يرى نيرتر عتما دلان ينا مانا دلان أنت وكل ينخون يعني إنسان إنسان عاسي يسولو كليا نايد كد نها بيخون يعني الاعتماد ولا شخلاني نين من سبب جن من سبب نينها من سبب منافع أخرى شخلاني طيب نين سيخوها شرط جن نان الرقية نين سيخوها شرط نين الرقية المشروعة الوهنية لشاه نريا ينخون قاب جارو دار أخطى شخطي يعني قرادو شخطى شخطي لسان عربي عد أخطى شخطي مبين أخطى شخطي معنى تنيو إن قابين يستو فهم رو ففهم سواء خرجع ورا يكون نقول ورا قرا يكون نقول أنتوا ورا قرا يكون ورا سيتوا ورا يرانا نقولون ينس أريد تشاخره نان الرقية الممنوعة القابينو من يعني مشروع دوم يقول لا الممنوعة هي التي اختل فيها شرط أو أكثر من شروط الرقية المشروعة ممنوعة عكس إن ديت الرقية تمام الناس يا أخوان يين أولد واني جاوديبا قاب نجاب در أخلا بلانقا عربي در أخلا نيس أسماء در أخلا نيس صفات در أخلا توكل كذا نرتل سبب نجن سيخون يرون نرتل أن أسنا نا نين رقية مشروع ممنوع عقن مشروع أخلاني دليل من السنة دليل من السنة على الرق على على الرقية أو على الرقية إن رقيتني نرقيتني دليل رجع أختي نن سنة لد قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالى شرك رواه أحمد وأبو داود وقوله عليه الصلاة والسلام أعرضوا علي رقاكم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ما لم يكن فيه شرك الرقية جائز تكيحكم مشكلة الذي يبوني شركياتر بدعياتر خرافاتر مخالفاتر جاروا أنا قنديبهم إن رقية بإذن الله عز وجل قالوا فائدة شخصي الدنيا للأخر آخر الأخر وليق دعاء دوكا عبادتك إني ينسنك لو إنسان جال دعين جالوا وكرتهم قرآن دسن أجر شاخهم هم بقديبة فدر هم بقديبة مشروعياتر هم بقديبة إن شرط نروح مشروع أخططاتي نين جن اختصار رقيته إننا أخذ دمبرن إن الرقية وهابر آيات وراني جن إن آيات إن يستو إن حديث إن يستو رقية شرعية كاملة وراني جن الصفات إن آيات إن عقوا ديبا معوذتين دي خلاص دي البقرة دي حاجات بوك إن دين نتوجابين دي حلقة لكن ينان نكتابين أقولي النقاط إن إن توحيد اللي قابسو نعصوصي نتلقى ابن القنخن ورنا آكرت هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم